قال إنا خلقنا لكم الأرض لتمشوا في مناكبها وقل سيروا في الأرض. قصة خيالية لكنها أيضا واقعية، هي قصة الشيخ الكبير والمناضل السيد محمد المنصف الوغي الذي سافر من تونس إلى اليابان مشيا على الأقدام. قصة ربما تبدو غريبة لكنها حقيقية. 26 فيفر 42 ولدت في جندوبة في المستشفى بتاع فرنسا، عمري 7 سنوات، ذهبت راجلا مع والدي تونس الجزائر المغرب حيث انفزعوا القبائل علشان يقوموا ثورة على ثورة تحرير على فرنسا. وبعد خروج المستعمر الفرنسي من دول المغرب الثلاث، ترك الشاب الورغي عمله وغادر إلى مارسيليا جنوب فرنسا عبر الباخرة، ومنها انتقل مشيا على الأقدام إلى العاصمة الفرنسية باريس ففرايبورغ الألمانية. لم تسر الأمور في ألمانيا على ما يشتهيه الورغي، فعاد إلى تونس، تونس التي استقبلته سنة 73 و900 بفتح زنزاناتها على إثر رسالة وجهها للرئيس التونسي آنذاك الحبيب بورقيبة. بعث بقية بورقيبة قلت له أسلم 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 تبع الهدى، بعث مدير الأمن قال لي اشتعني بها معروف شو بس يعني قل أمنت بالله ثم استقم شو اللي فيها الحكاية يعني أن لا يزيغ على منهج الله. يقين دفعه إلى الانطلاق فغادر البلاد مشيا على الأقدام. تعديت نفس العام من المغرب مغنية وأنا ما تعدي حتى الطنجة، ومن طنجة اخذت الباخر يعني الجزيرة الخضراء يعني في إسبانيا، ومن بعد شديتها طول إسبانيا فرنسا إيطاليا يوغوسلافيا اليونان تركيا، من تركيا تعديت شمال سوريا تعديت العراق. ويصل به المطاف عند الحدود الكويتية التي رفضت دخوله البلاد دون تأشيرة، ما جعله يحول الوجهة إلى البصرة في إيران. تعديت من البصرة لإيران قرمشهر زيارة عبادان. لم ينقطع الشاب الورغي عن التدريبات الفردية في طريقه، وهو في الكويت وجد عقبات في مغادرة البلاد إلى السعودية. هذا مسك مبازي. يلا مسك موازي، موازي خلافي، موازية خلافية، هذا خلافية، وهذه من الطرف العليا تعدل الطرف السفلى، خلافية موازية شفتها؟ ها؟ وهذه جي لنا ها؟ الو ها؟ انتهى نفس القراءة يعني. كل شيء مربوط بموازي خلافي، موازي خلافي كله يعني نفس واحد مش يخ نقول له حاجة مثلا موازي خلافي موازي خلافي نفس العامية موازي تفضل سي محمد تفضل مزيد تفضل باش تكمل حاب تاخذ المخدم اي حد بر لك بدي تكمل كمل ورينا بالرجل هذا باليد ولا بالساخ اضرب اضربه ها شفت ارزم اصل الساخ بجد هاي هذا بس تسخر باللي برد انا ارتاح تصفيق به على منجي العقل. الشيخ المنصف الورغي باعث مؤسس الجامعة التونسية العالمية للزلطات. أستاذنا لو كان تعرفنا أكثر بنفسك، الجماهير التونسية تعرف برشا اسم الشيخ المنصف الورغي، تحكي لي برشا حكايات، حتى البعض يقول عمل معركة مع اللواء ومعلوم حكايات أشبه منها الخيال الواقع. لو كان تقدم لنا نفسك للناس وتقدم لنا مسيرتك الرياضية حتى الجماهير الشعبية تعرف أكثر.
منصف الورغي ولدت عام 14 فيبري 1942. الولد عدى 3 سنين بريزوني في ألمانيا. من الناس اللي هتلر دعمهم دربهم أنت من أفريقيا كخرج في ظهر فرنسا تحرير بلدان من الاستعمار الفرنساوي. كنت عمري صغير من 7 سنين 8 سنين عملت مشي على قدام مع الوالد من تونس الجزائر المغرب التحفيز وتشجيع القبائل للثورة على فرنسا. كيف أمست إذن